ليش ضيعت تعب السنين؟ ليش سويت البيت؟ هجمتي هجم يعني سمعت بي يرضى الزواج، هجمت البيت، لا جام خليتي، لا بيت ما فلشتي عليه. ليش ما تخافين من الله؟ باعوا باعوا، هذا رد الزواج. انا شوف 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 البيت شلون هجمته هجم، ها فلشت البيت تفلش. نعم على صفحه اهلك شي والله. ليش ولد ليش هجمتي تعب السنين؟ راح كله راح تعب السنين. ليش ما تخافين من الله؟ يا الله ولكم تعب السنين كله راح، صار 30 سنه دقين وترحين بالخارب بلاش، راح اصوركم يا من برا. شوفوا تعب السنين كله راح تعب السنين يا ابويا، يا ابويا راح تعب السنين كله. فلشت البيت مثل ما تسم، نعلى على صفحه اهلك، خرب ابوك. ولك ليش ما خفت من الله؟ ما خفت فلشت البيت؟ تحرقين البيت وتفرشينه؟ تعال احنا لوكم مين اطبن؟ مين اطبن يا ابويا؟ راح اموت. 70 مليون راحن يا يم، مين اجيبهن ولك؟ مين اجيبهن؟ 70 مليون صار لسنين ادق بهذا الدوام، تحرقينه وتفلش البيت؟ ولك ما خفت من الله يا ابويا؟ راح تعرفينين حرقت البيت كله. خاف شوف شلون البيت محترق، احترق دقة الدنيا كلها. على هلش